يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بسؤال الادعاء للشاهد، ما ادري اذاعتكم بالقضاء جائز الاسئلة الافتراضية ولا الاسئلة الواقعية، هاي انتم تتصرفون. ولكن لنفترض سؤاله منصب على الموكب، انا عرفته من سؤال يقصد انه هاي الاسلحة شلهم بيها اذا كان لم يستخدموها على الموكب. انا مشترك بعملية اغتيال المرحوم عبد الكريم قاسم، وعرف الاغتيال شو يصير، مشترك ومنفذ ومصاب، بعرف شو يصير وصايرة علي اشياء كثيرة. فمو كل سلاح عندك في بيتك بلحظة المفاجأة السريعة انت تستخدمه كله، لكن كل سلاح له اغراضه، اذا يتحقق الغرض تستخدمه. على سبيل المثال، ما استخدمت كل الاسلحة على صدام حسين، ولكن لما صار رد فعل استخدمت بعض الأسلحة. أتمنى لو يجري التدقيق مع الشهود يتضح لكم انه بعض استخدم. زائدا في تلك الفترة والفترة اللاحقة، اذا تتذكرون كان يصير قصف على بغداد، اعتدت هاون كان. إذا الموكب ضمن الهدف، القصف على بغداد ضمن الهدف، اغتيال ناس في مراكز الشرطة ضمن الهدف، المقصود إرباك النظام بكل الوسائل. فلا يعني عندما يقولون إنه لقينا مدفع هاون ولم يستخدم، هو يعرف إنه المدفع الهاون ما ممكن استخدامه على هدف متحرك. لا قاذفات وصواريخ. نعم. الجانب الآخر، مو كل نوع من الأسلحة اللي نمتلكه يتاح ان في لحظة بعينها نستخدمه. فالأستاذ جعفر الادعاء، يعني هاي الاسئله هو لاغراضه شلون يسالها ولاي غرض، ولكن الحقائق ثابته انه العمليه حصلت، ماكو حد له غرض وهدف في ان يفبرك عمليه تجري على رئيس الدوله، وهذه جزء من سمعه الدوله. عندما حصلت انا خجلان منها أكثر من أهل المدينة، لأنه ما توقع من عراقي أصيل، أما إذا عراقي يعني مخلط، يعني مخلط ممكن أن يحصل، بس عراقي أصيل يطلق على الرصاص على رئيسه وهو بحالة حرب، يعني يعرف ماذا يعني، على الأقل يعني أنه يخسرون الحرب. فنترك الجانب السياسي، ندخل في هذا. فإذا ليس كل الأسلحة اللي تنوجد في مكان بعينه تستخدم كلها. وعلى سبيل المثال، مثل اللي يضربه هو مثل افتراضي، أنا قاعد في بيتي وجوك عدو، أنا أقول له مد يدي على أي سلاح، في لحظة التقرير أراه مناسبا للمقاومة، قد يكون مسلح وقد يكون بندقية وقد تكون قاذفة أو أي شيء من هذا القبيل. فإذا الجانب الآخر، إذا تسمحوا لي أشكر الشاهد وأقول له سلم لي على الاتجاه. شكرا. We'll be right back.
نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.